لغتنا العربية معاني المفردات والتراكيب والفهم والاستيعاب لدرس الصياد واللؤلؤة. معاني المفردات والتراكيب. 1. اختر من العمود الثاني ما يناسب معنى الكلمة في العمود الأول ثم اكتبه بين القوسين. الكلمات في العمود الأول: جوف، نفيس، حظي، انقضى، مكن. الكلمات في العمود الثاني: ثمين، نال، داخل، أعان، انتهى، أخرج. جوف تعني داخل، جوف تعني داخل، نفيس تعني ثمين، نفيس تعني ثمين، حظي تعني نال، حظي تعني نال. انقضى، انقضى تعني انتهى، انقضى تعني انتهى. مكن، مكن تعني أعان، مكن تعني أعان. سؤال 2: صل الكلمة في العمود الأول بضدها في العمود الثاني. العمود الأول: وفير، مليء، وثير، منح، حار. العمود الثاني: فارغ، أرسل، تأكد، خشن، قليل، أخذ. وفير ضد وفير، عكس يعني، قليل عكس وفير، قليل ضد مليء، فارغ عكس مليء، فارغ. وثير تعني لين ناعم، عكس وثير خشن، عكس وثير خشن. منح، منح، منح تعني أعطى، عكس منح أخذ، عكس منح ضد منح أخذ. حار، حار يعني احتار، حار عكس حار تأكد، عكس حار تأكد. السؤال الثالث: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. غطى الصياد في سبات تعني، غطى الصياد في سبات تعني ألف: ذهب إلى الصيد يوم السبت، باء: غطى وجهه، جيم: راح في النوم. الإجابة: غطى الصياد في سبات تعني راح في النوم، جيم: راح في النوم. خائبا في رجع الصياد خائبا تعني، خائبا تعني ألف: خائفا، باء: خاسرا، جيم: فرحا. خائبا تعني خاسرا، خائبا تعني خاسرا. الفهم والاستيعاب. 1: ماذا وجدت زوجة الصياد في جوف السمكة؟ زي ما هو معانا في النص، وجدت زوجة الصياد في جوف السمكة لؤلؤة نفيسة، وجدت زوجة الصياد في جوف السمكة لؤلؤة نفيسة. السؤال الثاني: كيف أراد الحاكم أن يكافئ الصياد؟ أراد الحاكم، زي ما هو موجود في النص، أراد الحاكم أن يكافئ الصياد بمنحه ساعة كاملة لدخول خزائنه وأخذ ما يشاء. سؤال 3: ماذا شاهد الصياد في الغرفة التي دخلها؟ شاهد الصياد في الغرفة التي دخلها الجواهر والذهب والفراش الوثير، بجانبه كل ما يشتهي من الطعام والشراب. سؤال 4: اذكر سبب كل مما يأتي. ألف: عرض الصياد اللؤلؤة على الحاكم ليحظى منه بالمال الوفير، ليحظى منه بالمال الوفير. باء: رجع الصياد إلى بيته من غير أن يأخذ ثمن اللؤلؤة، لأنه بدأ بالطعام والشراب ثم نام على الفراش الوثير فغطى في سبات عميق، ثم أيقظه الحارس وأخبره بأن المدة انقضت فلم يأخذ ثمن اللؤلؤة. سؤال 5: بما تصف الصياد؟ الصياد مغفل وطماع. سؤال 6: ماذا تعلمت من القصة التي درستها؟ تعلمت
أن الطمع يضر صاحبه. تعلمت أن الطمع يضر صاحبه. تكملة حل الأسئلة موجودة بالوصف، ولا تنسوا تكتبوا تعليق وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد.